السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى تحدي قوي من تحديات نيره ومحمد البطله. النهارده ان شاء الله هنعمل تحدي جامد. نيره اصرت انها تتحداني. يا خال عايز اتحداك، يا خال عايز اتحداك. قلت لها اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي. طبعا الخال والد، وانا لازم اعلمها على الطبخ وادربها واخليها ست بيت شاطره. فانا هاخدها النهارده كده اروقها واظبطها. يعني اخر مره يا جماعه سمعتوا كلمه الخال الوالد ديت كانت امتى وفين بالظبط؟ عشان لسه معلمين على. انا عايز اقول لكم صحيح ان معلش وما تزعلوش، اصل حسن زودها شويه. لا انا مش زعلان، انا عادي لان حسن هو زودها شويه. المهم خلينا في لب الموضوع دلوقتي. احنا هنتكلم في لب الموضوع. احنا دلوقتي عاملين تحدي ما بين نيره وما بين محمد، ومعانا هنا خمس اكلات في البوله دي. والخمس اكلات دول يا جماعه بيستخدموا بالدقيق، يعني خمس اكلات لازم يستخدم فيهم الدقيق. يعني هتشغل الفرن، يعني هتشغل الفرن. فدلوقتي المطلوب من نيره ومن محمد ان هو كل واحد فيهم هيشد ورقه، والاكل اللي هتطلع له مطلوب ان هو يعملها، والتصويت هيكون لكم انتم على الانستجرام عندي. هنزل ستوري، والمفروض ان انتم هتدخلوا تصوتوا هناك بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده وتشوفوا الطريقه بتاعت نيره والطريقه بتاعت محمد، وتشوفوا مين يستحق يكسب. وهتصوت لده يلدي يلده يلدي. والجايزه برضو انتوا اللي هتحددوها للكسبان بعد ما هتعرفوا مين هو. قربنا جه من ركن ابو زياد. ربنا يخليكم ليا يا رب. لا 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 يا محمد، يا رب يبارك لكم. يا محمد حرام عليك، نيره كيوت ومش قد الصدمه ديت، اديها فرصتها. ربنا يبارك لكم يا رب. بص بقى ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه في الله سبحانه وتعالى، ثم في جمهورنا الجميل والعزيز علينا ده. جمهورنا العادي باذن الله تعالى ان شاء ربنا نيره هي اللي والله. والله انت هتشوفوا الطريقه بتاعتي وهتشوفوا الطريقه بتاعت نيره، بس انا عايز اعرف انا اطبخ ايه الاول. يلا بينا نشوف دلوقتي. اهو انا برجوم كويس اهو، علشان برضو ايه ما يكونش في تحيز لحد. يلا يا نيره جاهزه؟ تشد انت الاول ولا خليك الاول؟ اشد انا. طب يلا ماشي. يلا اكلات صعبه؟ انت وحظك بقى ورزقك بقى ونصيبك. بسم الله. يلا افتحي بقى وورينا ووري للكاميرا عشان نعرف الاكله اللي جات لك ايه. يا ترى يا انت وحظك. يا ترى يا نيره هتعملي ايه؟ بيتزا. ايه سهله. دلوقتي بقى الدور على البطل، نشوف ايه الاكله بتاعتها هتكون عباره عن. دور عليا انا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل الحال، نيره جالها بيتزا. لما نشوف انت بقى انت ما عملتش خالص الاكله دي قبل كده. يا نهار ابيض. كسكس. كسكس ده انا عمري في حياتي ما عملتها ولا اعرف بتتعمل ازاي اصلا. اقول لك انا ازاي اخش على الفيديو اللي انا عملته في الشمين كده. انا كده مودي من. لا انت من نفسها ليه يا ماما؟ انت عبيطة ولا ايه؟ انا كده مقدمنيش غير حل واحد. ايوه اكلم حبيبه قلبي بقى هي تقول لي. براحتك دلوقتي. خلاص احنا دلوقتي هنبتدي بقى نسيب الاعضاء بتوعنا ان هم يدخلوا المطبخ اللي هو مكان الجوله بتاعتهم. ودلوقتي اكونت الانستجرام في اول تعليق مثبت، ادخلوا وصوتوا بس بعد ما تشوفوا الطريقه، علشان ما حدش يحكم حكم ويتحاسب عليه ان هو ما شافش اصلا. فدلوقتي نسيبهم بقى يدخلوا المطبخ. ربنا معاكم يا جماعه. يلا ورينا بقى هتعمل لنا البيتزا ازاي. تحدي صعب وقوي، ركزي. اول حاجه معايا هنا كيلو دقيق، معلقتين سكر، ومعايا علبه زبادي، ومعايا معلقتين خميره كبار، ومعايا زيت، ومعايا ملح. هنزل بالسكر بمعلقتين السكر كده على الدقيق، وكمان بربع معلقه ملح، وهنزل بمعلقتين الخميره وهقلبهم كده. هنزل عليهم بعلبه الزبادي بربع كوبايه زيت، هقلبهم بقى كده. ابتدي بقى كده انا بسهم بايدي، ابتدي ادخل كده كل المكونات في بعضيها. انا بسيته كله كده، مدفيه ميه هنا في الكتل، هنزل بقى حبه بحبه. زي ما انتوا شايفين كده خلصت العجينه بتاعتي، بقت طريه وناعمه وحلوه ازاي. انا فضلت اعجن فيها لحد ما سابت من الطبق كده وبقت ملمسها ناعم كده. غطيها بورق ستريتش او باي حاجه واسيبها تخمر. محمد ما شاء الله جاي بتشتر ديت، شكله داخل على المعركه دي بس انت قدها. بص بقى واتفرجوا على طريقة الكسكسي اللي انا غشيشها. انا ما بعرفش اعمل كسكسي، بس يعني اجتهدت وقعدت كتير ودورت لحد ما وصلت للطريقة دي، وان شاء الله هتعجبكم والنيرة تغلبني. انت المفروض قدها، احنا عارفين احنا محمد ان هو بطل، مفيش حاجة تقف قصاده. بصوا بقى يا جماعه، احنا اول حاجه معانا هنا ملح. نحط نص معلقه ملح على كوبايه الميه دي وندوبها. هنفضي الدقيق بتاعنا في الطبق الواسع ده. انا فاكره اني غاسل ايدي. ها هنرشرش بقى الميه كده على الدقيق كويس، ونقلب الدقيق كده، نرشرش وندخل الميه جوه الدقيق. رب تنجح. هتفتح كسكسي يوم ما يطلع لي كسكسي.
انت خلي بالك الناس مقدره جدا ان راجل يدخل المطبخ ويعني ايه يعمل كسكسي هيكسبوه فدي الناس حاجه عارفه لا ما بقولش هيكسبوه بس الناس هتبقى مقدره ده انا ما بقاش اقول لك هيكسبوك ولا يخسروك لان ان هما شايفينه صح هيصوتوا لي طب انا عايز اقول لكم على حاجه انا ان شاء الله الجائزه ديت لو كسبتها باذنك يا رب هجيب بيها هديه لمرفت طلع مني المرفت كلها بس انت كسبوني نفرك بقى دي كده كويس هننزل بقى بميه تاني احنا كل ما نلاقيه محتاج ميه كده نقوم مديله ميه نفرك كده كويس الله عليك الله عليك انفع اه عامله في ايديك زي السمسميه طبعا بقى اللي بيعملوا المبرومه بقى وبلاد الشام وسوريا كله ينزل دلوقتي على الانستجرام يقول محمد 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 طبعا ابوها خسر بفرق 19 نقطه احنا عايزين نيره تخسر بفرق ال انت ما شاء الله كنت 81% وزاد 19 لما نشوف الفرق بقى ما بينكم هيبقى كام وصالح مين خلاص بقى كده عمالين نفرك فيه لحد ما ايه العجين شرب الميه بتاعته الدقيق دخل جواه ميه كده وتشبع بالميه بتاعته وايه هو اسمه مفروكه اصلا لازم نقعد نفرك فيه جامد كده دي على فكره اصعب مرحله خديت لي دراعي وانا نفذت الطريقه بالظبط زي ميرفت ما قالت لي وربنا يستر وما تكسفناش وما تخسرناش التحدي ده احنا بقى نجيب المنخل بتاعنا او الدياره زي ما انتوا بتسموه جبنا المنخل كده في هنا كده نحط كله كده كل الكميه اللي معانا كده في الديار او في المنخل زي ما بتحب تقولوا هو اللي بيقول عليها ديار اقول لك انا بقول ديار واللي بيقول عليها اه عرفونا عرفونا قولوا انا بقول دياره او بقول منخل يا محمد يا كسبان يعني تكتب كده في التعليق انا بقول عليها دياره يا محمد يا كسبان بقول عليها منخل يا محمد يا كسبان ننخل بقى كويس كده 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 نقعد نفرك كده بس نشمر كمنا عشان خاطر لو نزل الناس هتعيب علينا ولو حسينا بتعب في الذراع ولا خدلان ولا حاجات دي كلها ما لازم لازم نتعب عشان نكسب لازم نتعب عشان ناكل كسكسي لازم نتعب عشان ناكل مبرومه لازم نتعب عشان ناكل مفروكه نيره تغلبنا يا نهار ابيض يا جدعان الاول بنامت والانساس قامت شكلنا وحش قوي خلاص بقى يا جماعه خلصنا فرق في الكسكسي هنحط الحله بقى الجميله ديت كده امي مقفلاها هنا عشان خاطر احنا ايه معناش حله عايزين بقى يا خالي عامل بقى ايه بيت خليكم شاهدين بس عيله بيلعب مش مشكله هكسبك هكسبك كل ما يقولوا في التعليقات نيره اللي كده طب يلا يا لب هتعملي ايه ادي دقنا اهي لو انا كسبت لا انا عارف اتعاطفوا معاك عشان انت صغنونه لا انا صغنونه لا 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 خلي بالك احنا جمهورنا عادل برضه برغم ان انا تعبت النهارده وبرغم ان انا ظهري اتقطم ودراعي وقف من الشغل بس انا عارف ومتاكد ان انتوا هتكسبوا نيره وانا عادي على فكره مش هزعل خالص انتوا كسبوا نيره وشجعوها عشان هي طفله طب انا عجنت على فكره زيك عجنت زيك كنت يلا يا نيره احط شويه زيت عشان ادي للشاورما الشاورما دلوقتي بتاعتي برافو احط شويه زيت هنزل بقى بالشاورما الله بحب انا شغل الفشار دي انا مش هغطيها ومش هقلبها علشان ما تنزلش ميه كتير انا هديها الصدمه كده وانزل عليها بقى بمقادير المكونات الصلايه متقطعه كمان قرن فلفل والتوابل بقى والملح حسب الرغبه انزل بقى بشويه فلفل اصفر وهقلبها بقى اخلي يكسبني ايه بصوا انا هستناها لحد ما تستوي لحد ما البصل يدبل والفلفل يدبل وهبتدي ان انا اجيب العجينه وهتشوف انا هعمل ايه خلاص بقى كده ننزل بالكسكسي احنا بنجيب شال ابيض كده او اي حته قماشه بس اهم حاجه تكون قط ما تكونش بلستر عشان خاطر ما ايه ما تلزقش من السخونيه وتسيح ننزل بقى كل الكميه معانا هنا كده النبي يا جماعه كسبوني ربنا يبارك لكم يا رب لحسن هتجيلي حسره البت نيره دي لو غلبتنا هتجيلي حسره اقسم بالله هتشيلي ذنبي هتلاقوا الفيديو اللي بعديه لو انتوا كسبتوا نيره جاي لكم خبر عني مش كويس يا عم بعد الشهر ليه يعني اعتبر نفسك كسبت غلط لا انا عايز اكسب بس احس ان انا كسبت بجدارة عشان انا تعبت عموما انت يعني. خش وحط الصوت بتاعك يمكن يفرق تعليقات برضو تفرق كتير انا عايز اشوف تعليقات كده عايز نيره تشوف تقرا التعليقات تقعد برا خلاص بقى فردنا الكميه بتاعتنا كلها كده اهيت في الحله نغطي بقى بالشال طبعا بالبخار هو بيستوي على البخار نغطي كده الكسكسي بتاعنا تفتكر هيطلع حلو ميرفت طريقتها هتبقى حلوه هيطلع سكر عجب ميرفت شفت نبره صوتي سكر سكر حلوة الدنيا سكر هسيبه بقى يستوي كده لحد ما الاقيه استوى هوريه لكم برده تعرفوه ازاي انا هدوقه اول ما احس ان هو استوى كده وما بقاش دقيق هنفركه وهنرده تاني العجينه بتاعتي خلاص خمرت كده وهبتدي ان انا بقى اهبط فيها كده هجيب بقى شويه ديار الشوم على الرخامه كده علشان ما تلزقش وهنزلها على الرخامه كده هي دي كلها غيرها هتبقى بيتزا
لا ده كيلو هيعمل لنا 4 بيتزات حجم عائلي كمان. طب انا ليا واحد بس لو طلعت حلوه هياكل، ما طلعتش حلوه نعم ده لازم تطلع حلوه، انا صغيره اكيد. لو طلعت حلوه هتلاقيني باخد واحده لوحدي تلقائيا كده. ماشي. انا بقى بقعد اهبط اخرج منها الخمراني اللي فيها كده، هعملها بقى كده، اقطعها بقى ايه القطع اللي انا عايزاها. واحنا ايه بقى ايه نعملها كوره كبيره كده، القطعه طبعا بقى ايه هتساعدنا نعملها كده. ممكن هنا هناخد بقى دي الاول كده، هنهبطها كده بايدينا، هفرد ده كده بايديا، هاجي بقى بالمنشبه كده بقى واقعد افرد بيها. بصوا بقى انا هفردها كده، هفضل افرد فيها لحد ما تعمل لي الحجم اللي انا عايزاه، وهوريها لكم. وهفردها على الصينيه، هخرمها بقى، اقعد اخرمها بالشوكه كده علشان تستوي من جوه. بعد ما خرمتها كلها كده بقى هنزل عليها بالصلصه بتاعت البيتزا، هنقعد بقى ندهن كده بالفرشه البيتزا كلها. خلاص بعد ما دهنتها كلها كده بقى هبتدي ان انا انزل عليها بالحشو، هنزل بقى عليها بالفراخ كده، وبعد كده الزيتون، وانزل بعد كده بالجبنه الشيدر حسب الرغبه، برضو اي نوع جبنه حسب الرغبه، الحشو كله طبعا حسب الرغبه، وانا ممكن تتحشي بالخضار ممكن تتحشي بالسجق. خلاص انا خلصت الكميه كلها، طبعا انا قاعده على الفرن بيسخن، هحطهم بقى في الفرن. يا سلام عليك يا واد يا محمد يا جامد. خلاص كده يا جماعه شكله استوى اهوت، انا فتحت عليه والله اكبر، بسم الله ما شاء الله. هنزله بقى هنا في الديارة، بسم الله الرحمن الرحيم. لازم واحنا بنعمل اي حاجة نسمي بالله على اي حاجة بنعملها، هتلاقي ربنا حط فيها البركة وبقى طعمها حلو وهنكسب التحدي. هنفرك بقى الكسكسي كويس كده، بس ايه عشان هو سخ نستنى عليه بس يتهوى. عموما بس عشان هو ايه عشان ما طولش عليكم، هو هيتهوى وافركه ونرده تاني كمان مره وخلاص. بصوا بقى يا جماعه، خلاص انا اهي نخلته في الديارة اهوت، بس انا دقته لقيته ايه دي لعسنه، فانا عشان ما حدش يعيب على الكسكسي بتاعي عشان انا بعمل كسكسي كده بفتح اربع وخميس، وتعالوا ها هنحط شويه ميه بملح كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقلبه كويس كده ونرجع نرده بقى تاني هنا كده في الحله. ان شاء الله دي اخر مرحله، ان شاء الله اوريكم برده الشكل النهائي بقى الفينش بتاعي، وهو مفلفل كده وهفرجكم عليه، هو اصلا مفلفل من دلوقتي. يا حلاوتك يا وادي، اقسم بالله العظيم انفع، انا بفكر افتح عربيه كسكسي ببليله. بصوا بقى يا جماعه، خلاص هنا كده اهو استوى، هوريه لكم برده تعرفوه ازاي. بصوا ما دام بيطبل معانا كده يبقى استوى، محدش يتريق عليا بقى ويقول لي بيطبل، هو هي اتقال لي كده. خلاص بقى ننزله هنا كده في الطبق الجميل بتاعنا، نفضيه وكده خلاص استوى الكسكسي بتاعنا. نسلق لهم لحمه بقى ونكمل الوجبه بتاعتنا الجميله. الميه غليت وحطينا فيها ورق لورا وحطينا طماطمايه وقرن فلفل وجزرايه كده، اللحمه دي كانت متلجه في الفريزر، شويه فلفل اسمر والملح بقى لما اللحمه تستوي نبقى نحط الملح. خلاص البيتزا دخلت على صيغه كده، هنزل عليها بقى بالجبنه الموتزاريلا وهيد عليها الشوايه. الله ينور يا نير، انا شكلي هاكل من البيتزا دي، انا شكلي انا عمال يا جماعه اصلا عمال باكل في الشاورما اللي هي عاملاها. تسلم ايدك كده، خلاص قربت تخلص. ونخلي محمد يكسبني. حطها بقى في الفرن وهيد عليها الشوايه، يا دوبك تسيح الجبنه وتبقى البيتزا دي خلصت، وهعمل الثلاث بيتزات زيها كده. وخلاص بقى خلصنا الكسكسي الجميل بتاعنا، او المفروكه او المبرومه زي ما بتقولوا عليه، طبعا شايفين جماله وشكله. بصوا انا مش هتكلم عليه بقى، طبعا انتوا كلكم بتطبخوا كلكم عارفين الطريقه، وهتقولوا يا محمد انت فعلا بدات الخطوات صح. انا عندي احساس ان انتوا ممكن تكسبوا نيره علشان هي صغيره وبتشجعوها، ده عادي مش هيزعلني خالص، بس اهم حاجه ان انتم ما تقولوا ان انا فعلا عملت طريقتي صح، يعني حتى لو انتوا قلتوا كسبتوا نيره عشان خاطر هي صغيره ما تنكروش ان انا عملت صح. فبصوا بقى شوفوا منظر الكسكسي بتاعنا والشوربه، نحط الشوربه الجميله كده، هيدوقوا الكسكسي بتاعي وهيقولوا لي يا محمد بعد كده انت عامل الكسكسي واعمل كسكسي فرحك كمان. شوفوا اللحمه ديت انا سلقتها، ولا حمرتها ولا شويتها ولا بدعت ولا ابتكرت ولا عملت اي حاجه، سلقتها. بس في سليق عن سليق يفرق، هنمسك اللحمه ونعمل كده وفرجكم على سليق اللحمه. اللحمه دي مسلوقه، بص عامله ازاي، بس في فرق ان سليق عن سليق يفرق. فانا مستني رايكم في الاكل اللي انا عملته النهارده، واتمنى منكم ان انتم تكبروا بقطري، يعني ربنا يكبر بخاطركم يا رب. وخلاص خلصت البيتزا هي، بص زي ما انتم شايفين كده البيتزا خلصتها، انا هقطعها بقى كده. يا سلام على البيتزا. الله ينور يا نيره، جوعتيني يا بنتي والله. بنورك يا خالي حسن. بصوا
انا مش هتكلم عن البيتزا، بس هي طريه وهشه وحلوه، بس هي ما بتمطش علشان انا زي ما قلت لكم كده هي الجبنه طلعت قليله معايا، بس مش مهم، المهم الطعم. وطبعا لو كسبت خالي عادي يعني. انا عايز اقول لكم المهم ان البنت نيره دي تعمى قوي ومسكره، وكسبوها عشان خاطر ما تعيطش، تعيط طول الليل وهاجلك كوابيس وحشه. لو كسبتوها انا ابقى عارف انتوا كسبتوها ليه. هيكسبوك يا نيره، معلش يا بابا معلش. لا لا على فكره عادي، انتوا احكموا بالعد، وخالي محمد لو كسب عادي هيبقى شرف ليا علشان انا اتحديت خالي محمد. واتفضل بقى كده هدوق طبعا، انا لازم ادوق. تعالوا بقى نروح ندوق بقى الجمهور اللي قاعد عشان برضو يشوف رايه في الاكل ايه ويقول لكم هو الاكل حلو ولا لا. صلوا على النبي بقى ودوقوا يا خسران. دوق بقى ابو زياد ده حبيبي يا جماعه. احنا خلاص يا محمد بقى ننسى التحدي اللي فات واللي حصل فيه، انت عاقبته وخلاص. والله العظيم يا جماعه اقسم بالله العظيم يا مين حاسبنا عليه ربنا، انا بعزه معزه ربنا وحده اللي يعلمها. يا عم ربنا يبارك لك. انا مسكت في ايه الهزار ده محبه، وانا عارف والله. دوق بقى وكسبني ربنا يخليك. انا مسكت في يحيى وخليته هو اللي يصور، قلت علشان ادوق من الاكل. ايه انا عمال بصور في ده وبصور في دي والاتنين بيحشموا فيا. لا والله العظيم البيتزا جميله يا بنت نيره. انا عايز ادوق البيتزا بتاعت نيره لان هي يعني ايه، هو كله هجم على البيتزا ليه كده؟ ما فيش كشري يا جماعه. النقطه جامده والنعمه جامده. لا ما شاء الله جميله. بص يا يحيى كده بعد اذنك يا مخرج. الحمد لله. بص يا جماعه ما شاء الله يا جماعه، في كشكشي وفي لحمه. ما احنا لسه هندوق. انا بحب الكسكسي موت، بس نيره دخلت عليا بالبيتزا وانا بحب البيتزا. شاهدين شاهدين جريوا على البيتزا عشان تكسبوا نيره. لا والله لا ياخذكم به ما رافه. لا يا محمد والله اكيد اكلك هيبقى حلو، وانا اول مره اكل من اكلك. سمعونا بقى. الله، واحده 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 واحده. بس بقى سمعونا زغلوطه. ما هو الكسكسي ده بتاع الافراح، ربنا يبشركم بالافراح يا رب. ان شاء الله كسكسي فرحي لو انا كسبت نادر عليا لعب كسكسي فرحي. الاثنين حلوين بالنسبه لي انا، البيتزا جميله والكسكسي جميل، فانا مش قادره بصراحه ان انا اقول ده احلى وده احلى، الاثنين احلى من بعض. انا برضو لحد دلوقتي الحكم لكم انتم، انتم ستات شاطره كتير، كلكم شاطرين الله اكبر عليكم، برنسيسات في البيوت. انتوا عارفين الطريقه الصح وتقولوا مين اللي عمل طريقته على ما يرام. انا عن نفسي الاثنين احلى من بعض. وزي ما كنا بنتكلم ان العقاب اللي انتوا هتحددوه او الجائزه اللي انتوا هتحددوها للكسبان طبعا بعد ما هتصوتوا على الانستجرام، هنشوف مين اللي هيكسب، وهيكون برضو اللي انتوا هتختاروه هو اللي هيكون بيكسب معانا جائزه او بيتعاقب. فيا رب يكون النهارده التحدي بتاعنا عجبكم، ويا رب نكون خفاف على قلبكم. ما تنسوش تشجعوا نيره وتشجعوني وتضغطوا لايك للفيديو دوت وتعملوا سبسكرايب للقناه، تخشوا على الانستجرام عند حسن كله يضغط اي اللي انتوا عايزينه بقى، مش هقول لكم ماشي، اللي انتوا عايزينه اضغطوه كله يخش عندي. ماشي.